ارجعي في ماما سكر وانا وين تاتا وجدتو اجو اجو تاتا وجدتو يا جعفر يا دقل دقل عشبة عم بيدقل لك عشبة حلمي في وجود إنسان يبكي لبكات صار حلمي في وجود نجتمع في هذا اليوم لأسبوع المرحوم الحاج محمد عبد الرضا حمودي شقير أبو قاسم، وهو الأخ الكبير للعائلة. يا جدي عالج بالشمس من خطف لون جدي ما مات مع حد مدد يدي ولا واحد يا جدي عدل رجلي يا جدي بعد شل بحياتي يا جد بعد شل بحياتي يا ريت اليوم يا جد مماتي قل جيب عبايتك وشدها بعباتي ليش جيب عبايتك وشدها بعباتي بها استر عماتي وخواتي ثم التفتت للحسين قالت له أخي حسين هذه أولادك هاي الأطفال هذا يقول عمين أبي وهذا يقول عمين أخي الأخوية يا حسين يا نقوم وشوف حالي والله حالي الغريب بغير والي يا الله. Thank you for joining us in honoring my remembering Ammo Muhammad Abdul Rida Shair. And a special thank you to my cousins Asim, Maryam, and Ali Shair. If it wasn't for them fighting for their father's life, I wouldn't have the opportunity to
have seen him for that short time that I did. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Please recite Surah Al-Fatiha and ma'at salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين الميامين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين صلى الله عليك يا مولانا ويا سيدنا يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم هم بارزون خيل من لحم ودم يا ريح بي وامي مهما تبيعدنا الايام تبقى خيي يا خيي الفتن أشكال وألوان بتميلنا كيف ما كان ببركة تقوى الرحمن تبقى العيلة ملتمي الفتن أشكال وألوان بتميلنا كيف ما كان ببركة تقوى الرحمن